احنا في هذا الشهر المبارك ينبغي أن نعمل عملين. العمل الأول العبادة. في هذا الشهر واحد يصمم أن يعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قراءة القرآن. كان أكو بيت عائلة، هذه العائلة كانوا قد وزعوا ساعات الليل والنهار بينهم، بحيث أن هذا البيت ما كان يخلو من قراءة القرآن لحظة واحدة، أو من الدعاء أو من الذكر. 24 ساعة بيتهم ما كان يخلو من القرآن والدعاء والذكر. شقد بيت مبارك هذا. في الحديث أظن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن البيت إذا كثر فيه قراءة القرآن كثر خيره. بيت دائما يقرأ فيه القرآن والدعاء. هذا الشهر نجعله شهر مفاتيح الجنان. واحد يقرأ مفاتيح الجنان من أول إلى آخر حسب المناسبات، بتوجه بالتفات. حقيقة الدعاء يصنع روح الإنسان، تصنيع. وثانيا هذا الشهر نجعله شهر اهتمام بالمحرومين والفقراء.